مساكين مساكين دراويش دراويش هؤلاء الدراويش الذين باتوا في العراء نبغى نطلعوا فوق الاستراحه مع الماء ونعمروا الماء اللي بغى يسلم البيوت خلي اصبح مثله. ما اصابك هذه الليله كما يحكي في الزكري؟ بردنا اخي بردتي كرسنا شويه الحق لا باس بها قدامو وخاي داك بيت الناس ثاني الحمد لله الحمد لله سامك يا خرجينا غادي تمارا اش داك التمارا بقى لي في لحظه تامل قبل الرحيل من هذا المكان الى قمه الجبل ان شاء الله. الانظوره ديال المشي ديالك اخي وهذه الرايه ستتركنا هنا. هل ستتركون هذه الرايه هنا؟ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسوله